العيد بالمعنى الأصلي هو وقت حدوث مناسبة السرور والابتهاج الاجتماعي نفسه، كحدوث انتصار على العدو مثلا، أو ولادة شخص مهم، أو حصول فرج بعد الشدة ونحو ذلك. وليس العيد، لاحظوا، وليس العيد هو ذكراه السنوية المتكررة كل عام. كل عام، لوضوح أن المناسبة الحقيقية لا تحصل كل عام، وإنما هو مجرد تكرار أو اجترار وتذكر لما كان قد حصل في الزمان الماضي لا أكثر. فهو في الحقيقة عيد مجازا وليس عيدا حقيقة، في حين أن العيد الحقيقي هو يوم حصول الحادثة المفرحة نفسه. نفسه هو يوم حصول الحادثة المسرحة نفسه. وهذا هو مراد الآية الكريمة حين تقول تكون لنا عيدا، يعني بمناسبة نزول المائدة من السماء التي هي سبب الفرح والابتهاج. ولم يقل أنها تكون لنا عيدا نحتفل به كل عام، إلا أننا يمكن أن نلاحظ أن المناسبات السنوية الإسلامية أو الدينية على كلا الشكلين من هذه الناحية، هي على كلا الشكلين من هذه الناحية، فمنها ما يكون ذكريات سنوية لحوادث سابقة في صدر الإسلام، ربما أكثرها كذلك، وهو الأعم الأغلب منها بما فيها مناسبات ولادات ووفيات المعصومين سلام الله عليهم وعيد الغدير. ومنها ما يمكن القول أن المناسبة بنفسها تتكرر كل عام، فنحن في كل عام في مناسبة جديدة وسبب حقيقي للفرح والابتهاج، فيكون عيدا ليس لأجل مجرد الذكرى، بل هو عيد فعلي لمناسبة حاصلة تخصه في نفس الوقت. لاحظوا، وهذا المعنى متحقق في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، كما هو متحقق بمعنى آخر في ليلة القدر ويوم عرفة.